طيب بالمناسبة بتاعت الفن والموسيقى والفنانين، هل صحيح انه جمعت قصة حب واحد من الموسيقيين وكانت القصة دي ماشية على زواج وكده، لكن الأقدار شاءت دون ذلك؟ خالص نهائي ما في كلام بيضا، ما الشائعات حولك مرة كثيرة كده. حاسة بيها كتير شد. أيوة يعني حاسة إن الناس المعايا الإشاعات حولهم أكتر. أيوة سواء كان في الوسط الإعلامي أو الفني يعني، لكن ما حصل يعني الكلام ده أنا سمعته أول مرة أسمعه طيب إنه مع موسيقيين. لا ده حصل يعني موسيقي وكده كده يعني، أنا ده أول مرة سمعناه يعني، أسمعه ما حتى أعرفه الاسم كان مجهول بالنسبة للناس يعني، لكن هو موسيقي بس، يعني، هما ما عرفهم انه هو موسيقي. موسيقي بس يعني. طيب ما كانوا يوروهم انه بعدين الصورة دي لما شفتها كده حسيت انه المفروض تجي يعني، عشان انزل السؤال ده يعني، ادخل عبر الصورة دي انزل السؤال ده بطريقة ظريفة كده.